بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب كرونا لينكس، معكم عبد المجيب. في توزيعة لينكس من 16 زي ما انتم شايفين، تمام. تغير مكان تغيير اللغات بعد المفاتيح، تخطيط لوحة المفاتيح. اغلب الناس صارت تشتكي انه من وين غير اللغة. صراحة اوكي، مكانها صار شوي غريب، تمام. سابقا كنا ندخل على اعدادات لوحة المفاتيح وخلاص، ولكن الحين على واجهة سينمن اختلف الموضوع، تمام. اذا حاب تعدل التخطيط حق اللغات وتضيف لغات، تروح الى هنا، تمام، اللي هي System Settings من المنطقة هذه، ثم راح ينقلك إلى لوحة التحكم الخاصة بالنظام، تمام. هنا في أشياء كثيرة يهمك اللي هي Regional Settings، تمام. من هنا تقدر أنك تضيف اللغات، تروح لم الكيبورد Layouts، وثم علامة الزائد هذه تضيف من عنده Arabic، إذا تضيف عربي طبعا، إذا تضيف شيء ثاني، تمام. ثم Options عشان تختار التبديل، تروح Options Keys to Change Layout Alt and Shift، راح يغير لك اللي هو بالالت اند شيفت، تمام. هذا بالنسبه لاضافه اللغه. بالنسبه لاضافه اللغات كواجهه النظام، ممكن تضيفها من هنا، تمام، بحيث انك تختار على الواجهه او اللغه اللي تبي، تمام. ثم خلاص، بس تضغط عليه تسجل خروج، ترجع مره ثانيه. خلونا نجرب تسجيل خروج. بصراحه انا ما جربت اللغه العربيه بعد تسجيل الخروج، ولكن خلونا نجرب. نطلع نسجل خروج الحين، لوج اوت، لوج اوت. قد ما يضبط لاني ما ثبت النظام، مشتغل على اللايف سيستم، ولكن خلونا نجرب. بعد 10 ثواني راح ادخل على الكمبيوتر. خلص شاي، ما عندي شاي يعني، بقعد اتفرج على هذه شاي لين يدخل. يعجبني الصوت هذا، تمام. ما طبعا ما تعرض لاني ما ثبت النظام، فالاعدادات اللي سويتها قبل شوي كانت اعدادات مؤقته. هذه هي طريقه التخطيط حق الجديد حق لينكس مينت. طبعا ما تغير شيء، ولكس اف سي اي ما تغير شيء. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم. باي باي.